أهلا بيكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا الخاصة بالمكفوفين. النهاردة هنتكلم عن الشمول المالي بمناسبة إنه هو بقى شيء ضروري جدا وأساسي في حياتنا اليومية. الجزء الثاني من محاضرتنا عن التطبيقات البنكية وتوافقها مع البرامج الناطقة. نتحول على حاجة تانية، أبليكيشنات موجودة بتاعت بنك مصر، وحاجة اسمها إيه؟ المحافظ الإلكترونية. طبعا كلنا سمعنا الكلمة دي قبل كده. المحافظ الإلكترونية عندنا كذا نوع من أنواع المحافظ. عندنا كل شركات الاتصالات، سواء شركة أورنج، شركة فودافون، شركة اتصالات، شركة وي، الأربعة دول عاملين كل واحد فيهم عاملة محفظة، وكل البنوك عاملة محافظ. يعني إيه محفظة؟ بالبلدي كده زي المحفظة الموجودة في جيبك، بس مش ماسكها في إيدي، أبليكيشن على الموبايل موجود عندي، مفيش أي مشكلة فيه خالص، زي أي برنامج موجود. المحفظة اللي هي على الموبايل دي، إيه الفرق بينها وبين الكارت البريبيت كارد؟ ولا حاجة. دي طريقة ودي طريقة، نقدر نقول إن هما قريبين جدا من بعض، بس أنا حر، أنا بستعمل الطريقة دي ولا الطريقة دي، بشوف اللي يناسبني فيهم. طيب المحفظة دي كل شخص له ثلاث محافظ يقدر يعمله، ولكن كل رقم له محفظة واحدة بس. يعني عشان تعملي ثلاث محافظ أو تعمل ثلاث محافظ لازم يكون عندك إيه؟ ثلاث خطوط، كل خط عليه محفظة واحدة فقط. طيب المحفظة دي بنعمل بيها إيه؟ المحفظة دي بدفع بيها خدمات فوري كلها، ماشي، بعمل بيها تحويلات لمحافظ تانية، بعمل بيها سحب نقدي من المكنة، بعمل بيها كيو آر كود، وهنعرف كل الحاجات دي بالتفصيل. المحفظة دي بشحنها إزاي؟ بشحنها عن طريق ثلاث حاجات أساسيين، وفي واحدة رابعة مختلفة شوية. أول حاجة إن أنا أروح لمكنة فوري أقول له لو سمحت اشحن لي المحفظة دي بمبلغ 1000 جنيه، بروح مديله ال 1000 جنيه، بياخد ال 1000 جنيه زائد رسوم إضافية وبيتم شحن المحفظة. الحاجة التانية إن أنا أخلي حد يحول لي على المحفظة دي اللي هي برقم التليفون بتاعي ب 1000 جنيه، يبقى أنا كده برضه شحنت المحفظة ب 1000 جنيه. الحاجة التالتة إن أنا أروح أشحن عن طريق مكن الـ ATM، ودي بعملها إزاي؟ ركزوا معايا بس فيها عشان دي طويلة شوية. انا بعمل ايه؟ بفتح الابليكيشن بتاعي، بدوس على خيار سحب او ايداع نقدي، بعد كده بدوس على ايداع نقدي، بعد كده بدخل المبلغ اللي انا عاوزه، بعد كده هو بيديني رمز امان انا باخده بحطه في المكنه بعد كده. طيب رمز الامان ده احنا كده خلصنا ايه الابليكيشن. اروح رايح على الاي تي ام واختار خدمات بلا كارت، اختار محفظه، اختار نوع المحفظه، اكتب رقم الموبايل بتاع المحفظه، بعد كده هيقول لي اكد رقم الموبايل تاني بتاع المحفظه. في الاول كنت قلت له ايداع، طبعا هيقول لي دخل المبلغ، هقول له 1000 جنيه، هيقول لي اكتب لي بقى الرمز اللي انا بعته لك فين على الموبايل اللي هو الابلكيشن. بروح مدخل الرقم، الاقي باب الدرج فتح، اروح حاطط ال1000 جنيه، يقول لي تم شحن محفظتك بمبلغ 1000 جنيه. ده كده كل المحافظ. اللي بيميز بقى محافظ البنوك، اللي بيميز محافظ بنك مصر او محافظة البنوك عامة، الا وهي ايه؟ ان انا لو انا عميل في بنك مصر وعندي المحفظة بتاعت بنك مصر، ببقى رابط الحساب بتاعي بايه؟ بالمحفظة. وانا قاعد في البيت كده وحط رجل على رجل وبشرب كوباية شاي، بروح فتح المحفظة اقول له شحن رصيد، هيقول لي من الحساب الفلاني، هقول له ايوه مبلغ 1000 جنيه، راح خاصم من الحساب بتاعي وحطها فين؟ في المحفظة. يبقى انا كده شحنت محفظتي. طيب انا كده شحنت المحفظة بتاعتي. عايزين نعرف الحاجات بتاعت المحفظة اللي احنا قلنا عليها. عشان نعرف الحاجات دي، اولا يعني ايه كيو ار كود؟ اللي هو رقم الحساب بتاع التاجر. انت بتروح السوبر ماركت، بتروح تحاسب، اشتريت حاجات ودخل على الكاشير، فتقول له انا عايز ادفع بالمحفظة، عايز ادفع بالكيو ار كود. فبتعمل ايه؟ بتروح فاتح المحفظة بتاعتك، دايس على كلمة الكيو ار كود، لوحدها هتفتح الكاميرا. الكاميرا عايزة تروح فين؟ على رقم الحساب بتاع التاجر اللي هو مكتوب جنب الكاشير. هتروح انت مسلط الكاميرا على الرقم ده، عمل اتصال بين المحفظة بتاعتك وبين ايه؟ حساب التاجر ده. كام يا عم الرقم الحساب بتاعي؟ 200 جنيه. هتروح انت كاتب 200 جنيه على الموبايل عندك، خلاص اتسحبت وتحولت لحساب التاجر على طول. تمام؟ هتاخد المنتجات بتاعتك وهيديك وسط بالمبلغ ال 200 جنيه. ماشي، وتقدر تراجع الحساب بتاعك بعد كده لما تروح بالمنتجات بتاعتك. هو ده كده اللي اسمه ايه؟ الكيو ار كود. التحويلات انا اكتر حاجه بستعملها في المحفظه بالنسبه لي انا وهي التحويلات. بحول لواحد للتاني، من حسابي لحساب حد تاني. فبعمل ايه؟ بخش على تحويل،
بغدوس على الاسم اللي انا عايزه لو متسجل في جهات اتصالي، لو مش متسجل في جهات اتصالي بكتب الرقم مره وبكده بكرره مره تانية وبمشي ورا الاجراءات لغايه ما اعمل ايه التحويل بتاعي. تيجي نعملها عملي. ده رقم المحفظه بتاعي اللي هو رقم الموبايل بتاعي. بعد كده ادخل الرقم السري، بدوس دبل كليك واكتب ايه الرقم السري. عملنا دخول الرئيسيه، انتوا سامعين معايا كده؟ دي الرئيسيه هنا اشحن محفظتك لو احنا عايزين نشحن المحفظه بتاعتنا زي ما احنا قلنا الطريقه. كلمات فوريه تحويل اموال، كلمه سر لاسره، كلمه سر للايداع، سحب نقطه، مشتريات، سداد اقساط القرض، مسح. ده الحاجات اللي موجودة فين؟ اللي موجودة في الابليكيشن الخدمات بتاعتنا، ماشي، اللي هي فوري وسحب اموال وسحب نقدي وتحويل اموال ومسح الكيو ار كود. تمام؟ يا ريت. معاملاتي علامة تبويب 3 من تحت خالص في المحفظة المفضلة علامة تبويب 2 من 4 تم الاختيار الرئيسية. أول حاجة الرئيسية اللي احنا فيها، تاني حاجة المفضلة، والمفضلة دي أنا دي حاجات أنا متعود أن أنا أعملها كتير فبعملها فين؟ في المفضلة، عشان مش كل مرة أخش أكتب إيه؟ البيانات تاني من جديد. تمام؟ معاملاتي اللي هي المعاملات اللي أنا عملتها قبل كده، محفظتي اللي هي بياناتك بقى. طيب تعال نخش على معاملاتي مثلا. تم الاختيار معاملاتي علامة تبويب، دي المعاملات اللي أنا عملتها قبل كده. شحن أو رانشي 01، شحن أو رانشي 01 2 2 3 8 7 7 9 8 4 10 2023، دي 10 جنيه جايه لي. طيب ده ارسال مبلغ 9 5 0 1 6 4000 جنيه اتبعت. طيب لو عايزين نشوف تفصيل المعامله، اي معامله من المعاملات دي اللي احنا اللي هي تمت قبل كده، هنعمل ايه؟ هندوس عليها دبل كليك. تمام، هتلاقي كل البيانات المعامله كلها. ده الايصال اللي بيطلع، مش عشان تحتفظ بيه او تبعته للشخص. عملية ناجحة، عملية ناجحة. المبلغ 4000 من حساب اللي هو حسابي أنا. يوم 25/12 الوقت بتاعها، وده رقم المرجعي عشان لو في مشكلة أتابع مع مين؟ مع البنك. وده رقم الموبايل اللي أنا بعته. تمام، التكلفة الإضافية مفيش، لأن التحويل الفلوس أساسا مفيش تكلفة. انا حولت 4000 جنيه، هم راحوا ال 4000 جنيه واتخصموا مني كام؟ 4000 جنيه. اجمالي المخصوم من الرصيد، اجمالي المخصوم من الرصيد 4000 جنيه اهو. تمام، نرجع كده. تم المفضله. طيب المفضله ماشي، نخش فيها. سي مثلا انا هعمل عمليه تحويل دلوقتي. شحن باسم 01/2/2/3 شحن باسم 01/2/2/3 هشحن التليفون اهو. انا دخلت على المفضله عشان ما اكتبش كل البنات دي عشان الوقت بس. تمام، بنكتب رقم الموبايل بتاعك اللي انت عايز تشحنه. دفع مدفوعات سابقه، دفع اهي دوسنا عليها، شحن اورنج. لو خدت بالكم بياكد رقم الموبايل مرتين ورا بعض. استمرار دي المبالغ اللي انت ممكن تشحن بيها. 10 جنيه 30 جنيه اهو، 30 جنيه دفع الخدمة. بص هيعمل ايه دلوقتي؟ مراجعة العملية، مراجعة العملية على وشك القيام بعملية الدفع المالية. سامعين؟ شحن اورنج رقم المحمول 01/2/2/3/8/7/7/9/8/4 المبلغ المحدد. تأكيد الخدمة إجمالية المخصوم من طريقة الدفع. تأكيد سنة. تأكيد حمل النص المؤمن شارك تحرير كده. هو عايز إيه؟ عايز الرقم السري تاني. وهقول دلوقتي ليه. اسمعوا كده معايا يا جماعة، أنا كده دخلت الرقم السري مرة تانية. تم إيصال عملية ناجحة،
رقم الحساب 012-23-87794 المبلغ تمام. هو كده عمل ايه؟ عمل عملية الشحن. طيب خدتوا بالكم ان احنا اول ما دخلنا المحفظة طلب مننا الباسورد، ولما جينا في اخر العملية طلب مننا الباسورد تاني؟ تفتكروا ليه؟ ده نوع من انواع الامان. هتقولي ازاي؟ وارد اكون بتكلم معاكم وانا فاتح المحفظة وسبتها جنب، المحفظة مش قفلتش ماشي، جه اي حد جنبي انا رحت دخلت الحمام، رحت اشرب، رحت اي حاجه زي كده، حد راح ماسك الموبايل وبيعمل عمليه تاني مع نفسه، هيجي فين؟ قبل اتمام العمليه هيقول له دخل الباسورد تاني. لو هو عارفه يبقى انت اللي اذيت نفسك، لكن لو هو مش عارفه ولا اكنه ماسك الموبايل ولا اي حاجه خالص. تمام؟ فالدنيا برضو امان، الدنيا حلوه جدا ما فيهاش اي مشكله خالص. ماشي؟ ولو هنعمل عمليه تحويل برضو هنعملها بنفس الطرق دي. بنفس طريقه الشحن. وادي رساله جت من شركه اورنج بتقول ان الكارت بتاعي ايه اتشحن ب 30 جنيه. تمام. طيب ده كده بالنسبه ايه للمحفظه. طيب إيه احنا عندنا حاجه تانية في اللي نعمل بيها المحفظه؟ طب عندنا حاجه تانية اسمها ايه؟ انترنت بانكينج وبانكينج اونلاين. في فرق كبير جدا بين الانترنت بانكينج والبانكينج اونلاين والبي ام اونلاين. ايه الفرق بين الاثنين؟ الانترنت بانكينج هو انك لما تخش على صفحة بنك مصر الرسمية وبعد كده تخش على التطبيق نفسه، على حسابك، سوري، حسابك نفسه منين؟ من الصفحة الرسمية، ده اسمه انترنت بانكينج. لكن لما تيجي تخش على التطبيق ده اسمه ايه؟ بي ام اونلاين. طب هم ليه عملوا البي ام اونلاين؟ اولا زمان كان لما حد يجي يشتري عربيه ولا يشتري شقه ولا يشتري اي حاجه زي كده تلاقيه رايح البنك واخد معاه 3 4 5 تنفار عشان يسحب الفلوس، وبعد ما يسحب الفلوس وينطوا في تاكس بقى ويوقفوا التاكس قدام الباب وبص عصابات شوف حد ويروح للراجل اللي هيشتروا منه، الراجل يقعد يقلب في الفلوس ويقول له دي الفلوس جايه لك من البنك، يعد فيه يقول لك لا الورقتين دول مزورين، يا عم دول جايين من البنك، يقول لك لا مزورين ماليش دعوه، تروح انت غصب عنك عشان تخلص الدنيا تعمل ايه؟ تبدلهم. يروح هو عامل نفس الفيلم اللي انت عملته وياخد 3 4 تنفار معاه عشان يحطهم في البنك. فليه الحوسه دي كلها؟ بعد كده الناس بقت تعمل ايه؟ بقوا الاثنين يروحوا البنك مع بعض ويعملوا تحويل من الحساب ده للحساب ده. التطور اللي بعديه ايه؟ اللي هو بي ام اونلاين. وانت قاعد في مكانك اقدر احول لك فلوس تخش في حسابك وتسمع في حسابك في لحظتها ونمضي مع بعض واحنا قاعدين جنب بعض وكل واحد فينا باصص في الموبايل بتاعه. هو ده البي ام اونلاين. طيب البي ام اونلاين بعمل بيه ايه؟ اولا البي ام اونلاين انت اول ما تفتحه وهنشوف دلوقتي هتلاقي يقول لك ايه، اهلا فلان الفلاني، ده اليوزر نيم بتاعك. تمام. بعديها الرصيد بتاعك، بعديها زرار تاني يقول لك إيه؟ عايز تخفي الارصده ولا تخليها ظاهره، حاجه ترجع لك. ماشي. بعديها في حاجات مش منطوقه ولكن احنا خدنا وعد من بنك مصر، وبنك مصر فعلا عمل تعاقد مع شركه اجنبيه بان هي توفق الفويس اوفر والتوك باك مع البرامج بتاعه الموبايل بتاعه الانترنت، ويمكن الاعلان شفتوه على الجروبات كلها كلكم، بس انا مش فاكر اسم الشركه بصراحه، ولكن مع ذلك برضو الدنيا كويسه ما فيهاش اي مشكله خالص. طيب بي ام اونلاين ده انا بعمل بيه ايه تاني؟ ان انا بشوف كل معاملاتي البنكيه. هتلاقي قبل كده لو انت محول مرتبك على البنك او معاشك على البنك او في حد بعت لك حواله او بعت لك اي حاجه على الحساب بتاع البنك، تلاقي نفسك رايح جاي على المكنه بره، رايح جاي على المكنه بره، كل شويه تعمل استعلام رصيد يا اما كشف حساب مختصر، وكل ده بيخصم من رصيدك، كل مره بيتخصم من رصيدك. طيب ما انت الاسهل بالنسبه لك تفتح الموبايل بتاعك وتبص فيه كده وتشوف المعاملات الماليه بتاعتك، وسهله جدا. عايزها في خلال 30 يوم موجوده، عايزها في خلال 60 يوم موجوده، عايزها في خلال 90 يوم موجوده، كله موجود ومكتوب لك المصاريف اللي اتسحبت منك والحاجات اللي اتحولت لك ومرتبك او معاشك او اي حاجه من الحاجات دي كلها. دي اول نقطه. طيب انا عايز اعمل احول لناس او عايز افتح شهادات او عايز اعمل اي حاجه زي كده، هنا بنك مصر عمل ايه؟ تطبيق تاني اسمه بي ام توكن. بي ام توكن ده عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج بيديك رقم اللي هو رمز الامان، زي الرموز اللي بتجن على لما نيجي نفعل اي ابلكيشن بيديك رمز عشان تحطه في الابلكيشن. هو نفس الطريقه، البنك بيبعت لك رقم، بتاخد الرقم بتحطه في المعامله بتاعتك عشان تتم المعامله بتاعتك بنجاح. طيب بنك مصر عامله سوفت توكن. يعني ايه سوفت توكن؟ عباره عن ابلكيشن موجود على الموبايل،
يمكن في بنوك تانية عاملة هارد توكن أو بضاعة عبارة عن جهاز تمسكه بإيدك كده هارد ماشي، برضو بيديك نفس العملية رقم برضو، ولكن ده للأسف مش متوافق كويس مع المكفوفين وشكل بيعمل مشاكل. أما السوفت توكن فالدنيا سهلة جدا فيه. أقدر أعمل بيه شهادات؟ أقدر أعمل بيه شهادات، أخش من على الابلكيشن وانا قاعد في البيت بدل ما اروح اقف في طابور ومش عارف ايه وبتاع والزحمه، واقول له عايز اعمل شهاده، هيقول لي عايز انهي شهاده، اقول له الشهاده الفلانيه، خلاص دخلت عليها، هيقول لي عايز مبلغ كام، اقول مبلغ كذا، هيقول لي الفايده بتاعتك شهريه كذا، تم خلاص انا عملت الشهاده. وبقت الشهاده ظاهره فين؟ في التطبيق نفسه. ده كده البانكينج البي ام اونلاين. في حاجات تانية كتير نفتح دلوقتي ونشوف سوا مع بعض بسرعه. ادي بي ام اونلاين، بي ام توكن اهو، هنفتحه وهنسيبه مفتوح. بي ام اونلاين انا فتحته كده، هدخل اليوزر نيم والباسورد. هتلاقي هنا بص، اول ما دخلنا على الابلكيشن ودخلنا اليوزر نيم والباسورد في رساله جت على الموبايل. الرساله دي بتقول ايه؟ تم تسجيل دخولك على حساب بنك اونلاين، وده نوع من انواع الامان. وبرده في نقطه تانية برده هقولها لكم، اللي ليك وقت محدد اسمها جلسة، شوية دقيقتين بالظبط او دقيقة، وتقول لك ايه تم انتهاء جلستك، ترجع تخش من جديد وتكتب اليوزر نيم والباسورد من جديد وهتجي لك رسالة تاني. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان لو حد معاه اليوزر نيم والباسورد يعرف يخش منين؟ من الكمبيوتر. تمام؟ طيب دخل من الكمبيوتر، عمل عملية معينة، جات لك رسالة، الحق نفسك واعمل ايه؟ وروح بلغ البنك، اتصل بال 19-38 تقول له وقف لي حساب البنك فيه هاكر عليه، وقف لي المحفظه فيه هاكر عليها، كارت البنك بتاعي ضاع، ايا كان نوع كارت البنك. اول ما تلاقي حاجه زي كده مش موجوده لا قدر الله، او الموبايل بتاعك ضاع، برضو اعمل الكلام ده. طيب البنك اونلاين اللي احنا فيه دلوقتي بعت رساله، لو حد دخل تاني هيبعت لك رساله تاني، عشان لو ما خدتش بالك من المره الاولانيه تاخد بالك منين؟ من المره الثانيه. اول ما دخلنا قال لك ايه؟ اهلا فلان الفلاني ورصيدك الحالي كذا 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 كذا. روابط سريعه دي احنا مش عايزينها، ملهاش لازمه عندنا. الحسابات، الزر اللي مش منطوق ده هندوس عليه، هيدخلك على اهو، دي العمليات اللي موجوده ماشي، دي كده كل العمليات اللي موجوده. لو خدت ورقه بصوا، اخر سبع ايام، تمام؟ دان ايرو. لو انا عايز اكتر من سبع ايام حد التاريخ هو بيقول لك. اخر 30 يوم، 1 مارس، وبيقول لك العمليه اللي تمت. عائد دائم، كل دي المعاملات الماليه الحسابيه بتاعته ماشي. طيب نرجع نبص على حاجه تانية بسرعه، المزيد دي لما نيجي نعمل شهادات او ودايع او ناخد كارد او اي حاجه زي كده هنلاقي فيها الحاجات دي. دفع بيدفع لك برضو كل الخدمات بتاعتك، سواء زي فور بالظبط، تحويل نخش فيها، ده لما انا اكون عايز احول لواحد سواء جوه بنك مصر او بره بنك مصر. طيب عشان احول لواحد هنيجي عشان نحوله ونعمل ايه؟ نعمل على خطوتين. اول حاجه هنسجله في المستفيدين، سامعين كلمه ايه؟ المستفيدين ماشي. طيب دول المستفيدين، لازم اسجل اسمه في المستفيدين الاول، ولغايه ما يقول لي ايه تم تسجيل في المستفيدين. بسجله ازاي؟ اول حاجه بخش بيقول لي ده جوه بنك مصر ولا بره بنك مصر، بقول له جوه بنك مصر او بره بنك مصر. بعد كده بيقول لي اسمه ايه، رقم حسابه ايه، وتم التسجيل في المستفيدين. عشان بعد كده لما اجي اعمل عمليه تحويل اروح داخل فين؟ على المستفيدين. المستفيدين اهو، مارجريت دي المجال، دخلنا عليها. سامعين؟ حدد الحساب ده عشان لو عندي كذا حساب انا حاطه في البرنامج، انا ممكن يكون ليا حسابين او ثلاثه في بنك مصر، فانا بحدد الحساب اللي انا عايز احول منه للشخص اللي انا مختاره. مبلغ التحويل، الحد الادني للمبلغ
اهو شهر التحليل الحد الادبي للمبلغ واحد مقدر الادخال في النهايه نحول لها 100 جنيه مثلا واحد صفر سيان حظر النصب وصف التحويل اختياري حظر النصب وصف التحويل تحويل في وقت لاحق وصف التحويل اختياري وصف التحويل نكتبه اي حاجه متابعة التحويل إلي ده رقم حسابها تحويل إلي 100 جنيه تحويل الرصيد بعد هيقول لك الرصيد بعد اللي بعد الخصم ال 100 جنيه تحويل الآن برافو كده وقف فين هو عايز الرقم اللي هو رمز الأمان اللي أنا هجيبه منين من البي إم توكن هروح عامل مبدل التطبيق كده مبدل التطبيقات بي ام توكن فتحته التطبيقات كلمة مرور لمرة واحدة فقط كلمة مرور لمرة واحدة اول ما هدوس عليها هيقول لي ايه البصمة فينجر او فيس اي دي او اي حاجة زي كده دوس عليها هندوس عليه ماشي هيطلع لنا خمس ارقام تقريبا ماشي هناخدهم بس مش هناخدهم كوبي بيست ودول مقريين كويس جدا ما بيتاخدوش كوبي بيست على فكره لازم احفظهم واروح هناك تاني في مبدل التطبيقات اروح رايح لبنك اونلاين كده ماشي واكتب الرقم اللي انا عايزه هنا ماشي وبعد كده اقول له ايه وبعد كده هيقول لي ايه تمت العمليه بنجاح هيجي بعد كده ايصال في الاخر الايصال ده اساسا انت بتعمل بيه ايه بتشاركه مع الشخص اللي انت حولت له ليه بتاكد له ان انت حولت له فلوس عشان يخش يراجع العمليه بتاعته يقول لك ارسال الى الشخص هتلاقي فيه يا اما مشاركه يا اما نسخ تشاركه على الواتساب او على الفيس او على الماسنجر او على اي حاجه انت عاوزها فانت كده يبقى انت ايه بعت له الرساله وبتقول له ايه خلاص الحاجه دي كده وصلت عندك خش اتاكد منها وخدها زي ما انت عاوز ده كده بالنسبه لايه بي ام اونلاين طيب زي ما احنا شفنا برضو البي ام توكن لازم وانت داخل تتعرف عليه على البصمه بتاعتك سواء تاتش فينجر او فيس اي دي اما البي ام اونلاين ده للاسف في بنك مصر لغايه دلوقتي ما فيهوش الفيس اي دي في تاتش فينجر بس عشان كده كل مره كنا بندخل ايه اليوزر نيم والباسورد تمام والدنيا امنه زي ما انتم شايفين حاجه برده صغيره برده هنلاقي عندنا وسائل دفع الكتروني كتيره زي ايه زي جوميا باي وزي سهل وزي فوري انا واحد من الناس بستعمل ايه جوميا باي والسبب انه بيديني كاش باك يعني ايه كاش باك يعني انا بدفعت دلوقتي 100 جنيه مثلا بوليس التامين راح مرجع لي مثلا 2 3 جنيه دفعت مش عارف 200 جنيه مثلا كهرباء راح مرجع لي 5 جنيه وهكذا يبقى انا بستفاد من اللي بيرجع لي وبدفع بيه ايه مره ثانيه يرجع لي في المحفظه هديه البرنامج لسه ما انتشرش قوي فهديه المفاجاه اللي انا بقول لكم عليها بقى الكريدت كارد كل الناس بتقول لك ايه ان هو ما ينفعش تسحب منه نقدي ليه لانه بيعد عليك من اول يوم فايده وده خساره جدا عليك لكن النقطه اللي بنلعب بيها ايه انت عايز فلوس نقدي هتعمل ايه هتروح محول من كريدت كارد للمحفظه وتروح رايح على المكن الاي تي ام ساحبهم منين من المحفظه يبقى انت كده خدت نقد وما يعدش عليه لانه بيعتبرها عمليه شراء مش سحب نقدي المصروفات بتاعته بتتاخد المحفظه لما تيجي تسحب منها نقدي على كل 1000 جنيه 10 جنيه فانا بقول لك يعني لعبه مقنعه بنعملها كده اشحن محفظتك بالكريدت كارد هيعتبرها عمليه شراء مش عمليه سحب روح للاي تي ام واسحبها من المحفظه هتدفع على كل 1000 10 جنيه ده مصاريف السحب من المحفظه العادي بس يبقى انت كده خدت الفلوس في ايدك اخر حاجه عندنا في المحاضره عشان نبقى كده خلصنا كله تقريبا مع ان احنا مستعجلين وبنجري الا وهو استخراج الاوراق الثبوتيه وانت قاعد فين في البيت طب دي بنعملها ازاي عن طريق موقع دعم مصر انت خش واكتب اساسا اي اكونت ليك وسجل الاكونت بتاعك وتقدر تعمل منه كل حاجه انت عاوزها وانت قاعد في البيت في نهايه اللقاء بشكركم واخر كلمه بقولها وبختم بيها ان اي شخص كفيف مثله مثل اي شخص اخر يستطيع عمل كل شيء ولكن بالطريقه اللي بتناسبه شكرا ليكم